الثانية عشرة في القاهرة، العاشرة بتوقيت غرينتش، نشرة إخبارية شاملة تأتيكم من النيل. مرحبا بكم. إليكم العناوين. اختتام الاجتماع الرابع بين مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة دون التوصل لاتفاق. الجيش الوطني الليبي يرفض هدنة اقترحتها روسيا وتركيا ويؤكد مواصلة العملية العسكرية لتحرير طرابلس من التنظيمات الإرهابية. كندا وبريطانيا والولايات المتحدة تؤكد أن صاروخا إيرانيا وراء حادث تحطم الطائرة الأوكرانية وطهران تنفي. تفاصيل الأنباء، أهلا بكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي ببلورة نهج متكامل يحقق نهضة زراعية وطنية من خلال تطوير مؤسسي شامل للقطاعات والإدارات بالوزارة. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي لاستعراض مجمل المشروعات الحالية والمستقبلية لوزارة الزراعة في مختلف القطاعات، كذلك أهم التحديات القائمة وكيفية التغلب عليها. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والسيد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي. وذكر السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول استعراض مجمل المشروعات الحالية والمستقبلية لوزارة الزراعة في مختلف القطاعات، وكذلك أهم التحديات القائمة وكيفية التغلب عليها. وأوضح المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس وجه خلال الاجتماع ببلورة نهج متكامل يحقق نهضة زراعية وطنية من خلال تطوير مؤسسي شامل للقطاعات والإدارات بالوزارة، بما في ذلك عملية تدريب وتأهيل الكوادر البشرية مع دعم المشروعات الناجحة ذات الإنتاج والعائد المتميز وسرعة دراسة الحلول لتلك المتعثرة. كما وجه السيد الرئيس بتطوير دور الجمعيات الزراعية المنتشرة على مستوى الجمهورية فيما يخص الارتقاء بمستوى الخدمات الزراعية التي تقدمها للمزارعين وحل مشاكلهم. وقد وجه السيد الرئيس بالعمل على استيفاء المشروعات الزراعية المخطط تنفيذها لكافة الجوانب قبل الشروع الفعلي في إقامتها، وفي مقدمتها إعداد الدراسات متكاملة الأركان وفق مخطط وهيكل زمني واضح لضمان استدامة نجاح هذه المشروعات. كما أكد السيد الرئيس على العمل على تطوير وتطهير البحيرات في مصر على غرار نموذج بحيرة المنزلة وما شهدته من تطوير بهدف تعظيم عائد إنتاج الثروة السمكية من هذه البحيرات سواء من حيث الكم والنوعية ومراعاة الجودة البيئية. اختتمت الليلة الماضية فعاليات الاجتماع الرابع لوزراء الموارد المائية والوفود الفنية من الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا بمشاركة ممثلي الولايات المتحدة والبنك الدولي كمراقبين حول قواعد الملء والتشغيل لسد النهضة بأديس أبابا. من المقرر أن يعقد اجتماع في واشنطن بوزارة الخزانة الأمريكية لوزراء الخارجية والري من الدول الثلاث في 13 من يناير الجاري في ضوء ما توافق عليه وزراء الخارجية في اجتماعهم في واشنطن يوم 6 من نوفمبر الماضي. أكد دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء حرص الدولة المصرية على تقديم التسهيلات والتيسيرات تجاه كافة أنواع الاستثمار، كما أنها تولي اهتماما خاصا للمستثمرين المصريين العاملين بالخارج حيث تتيح أمامهم الفرص المختلفة للاستثمار الجاد في وطنهم. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء مع السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج وأعضاء مبادرة تواصل التي تضم مجموعة من الأطباء المصريين العاملين في الخارج، وذلك لبحث إنشاء مدينة طبية عالمية على أرض مصر يشرف عليها مجموعة أطباء مصريين يعملون في دول مختلفة حول العالم لجعل مصر واجهة علاجية عالمية يقصدها الجميع من كل أنحاء العالم.
نفى مجلس الوزراء ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن قيام الحكومة بحصر أصول الدولة وتسجيلها إلكترونيا في قاعدة بيانات موحدة تمهيدا لبيعها. كما نفى المجلس ما تداولته بعض المواقع من أنباء بشأن تثبيت رسوم عبور السفن بقناة السويس نتيجة تراجع إيرادات القناة. رفض المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي الهدنة التي اقترحها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان خلال اجتماعهما في اسطنبول. يأتي هذا في حين قال اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي إن الجيش سيواصل عملياته التي تستهدف التنظيمات الإرهابية التي تسيطر على العاصمة طرابلس. استمرار جهود القوات المسلحة في حربها على المجموعات الإرهابية المصنفة بقرارات من مجلس الأمن الدولي لتثبت عبر التجربة أنه لا سبيل لإقامة الدولة المدنية إلا بالقضاء التام عليها، حيث أن هذه المجموعات قد استولت على العاصمة طرابلس وتتلقى الدعم من بعض الدول والحكومات التي زودهم بمعدات عسكرية وذخائر وأسلحة مختلفة. تأتي تصريحات المسماري في وقت تتوالى فيه العمليات العسكرية في محيط طرابلس. وأضاف اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي أن حل جميع الميليشيات الإرهابية المسلحة في ليبيا هو مطلب إقليمي ودولي. إن حل الميليشيات ونزع أسلحتها أضحى مطلبا وطنيا ودوليا بما يقود لتنفيذ ترتيبات أمنية في العاصمة تنتج مشهدا أمنيا يمكن معه الحديث عن عملية سياسية فاعلة تؤدي إلى تشكيل حكومة تمتلك الإرادة والقدرة على إنفاذ قراراتها في كل ربوع البلاد. ما زلنا في الملف الليبي، وفي الوقت نفسه بدأ الجيش الوطني الليبي في تعزيز قواته بشكل كامل داخل مدينة سرت لتطهيرها من فلول العناصر الإرهابية، وذلك بعد أن تمكن من استعادتها. تعتبر مدينة سرت نقطة ارتكاز استراتيجية بين شرق وغرب ليبيا، وبالسيطرة عليها يتم قطع الإمدادات العسكرية على الميليشيات التي كانت تصلها من تركيا عبر القاعدة الجوية في المدينة. تقدم عسكري أحرزه الجيش الوطني الليبي باستعادة مدينة سرت الاستراتيجية من عناصر الميليشيات المسلحة في ليبيا، والآن بدأت مرحلة جديدة هدفها عودة الأمن والاستقرار والحياة الطبيعية لأهالي سرت. الجيش الليبي بدأ في تعزيز قواته بشكل كامل داخل المدينة لتطهيرها من فلول العناصر الإرهابية، بل ولاحقت القوات المسلحة العناصر الإرهابية التي هربت إلى المدن المجاورة لسرت.
إلى تحرير مدينة سرت كانت عملية منسقة ومرتبة من قبل القيادة العامة للجيش عن طريق غرفة عمليات تحرير سرت، وكانت الوحدات العسكرية المقاتلة في المستوى المطلوب وأدت واجبها على أفضل صورة، والآن لله الحمد تم تحرير مدينة سرت بالكامل. السيطرة على مدينة سرت سيضيق الخناق على الميليشيات المسلحة خاصة المتواجدة بمدينة مصراتة، حيث سيقطع الجيش الإمدادات العسكرية على الميليشيات التي كانت تصلها من تركيا عبر القاعدة الجوية في المدينة. أن القوات المسلحة الآن ماضية في تحرير ليبيا من براثم الشر والإرهاب، القوات المسلحة تقاتل الإرهاب على مستوى الدولة وعلى مستوى العالم، خير دليل أن نحن الآن نقاتل في قوات مدعومة من الدواعش والإرهابيين الذين كانوا يقاتلون في صفوف التنظيمات الإرهابية في سوريا، والداعمة مدعومة عن طريق دولة قطر والإرهاب الأكبر في العالم دولة تركيا. عملية تحرير سرت اتسمت بالسرية التامة وعنصر المفاجأة، وبدأت بضربات جوية مكثفة على عدة مواقع للعناصر المسلحة وحول ميناء سرت لتدمير القدرة القتالية لهذه العناصر. وبدأت تتجه الأنظار حاليا نحو مدينة مصراتة، حيث بدأ الجيش في تنفيذ ضربات جوية استهدفت قواعد الميليشيات المسلحة في المدينة. إلى شأن عربي آخر، إلى الملف التونسي، حيث انطلقت الجلسة العامة بمجلس النواب التونسي للتصويت على منح الثقة لحكومة الحبيب الجملي، والتي تضم 28 وزيرا و14 كاتب دولة. وكان حزب قلب تونس ثاني أكبر الأحزاب في البرلمان قد أعلن موقفه برفض التصويت لحكومة الجملي، كما رفضت أغلب الأحزاب التصويت لحكومة الجملي عدا حزب النهضة، حزب حركة النهضة. ويشترط لنيل الحكومة ثقة البرلمان الحصول على موافقة الأغلبية المطلقة من الأعضاء، أي 109 أصوات، حيث يتشكل البرلمان من 2017 عضو. قتل 8 مقاتلين على الأقل من الحشد الشعبي العراقي جراء غارات نفذتها طائرات مجهولة فجر اليوم على مواقع تابعة للفصيل الموالي لإيران في شرق سوريا قرب الحدود العراقية. وأفادت المصادر أن طائرات مجهولة استهدفت مستودعات وآليات للحشد الشعبي في منطقة البوكمال في محافظة دير الزور، وأسفرت عن مقتل 8 مقاتلين عراقيين على الأقل، بالإضافة إلى إصابة آخرين بجروح. أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون يحد من قدرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الدخول في صراع عسكري مع إيران. وجاء القرار بعد أيام من إصدار ترامب أوامر بتوجيه ضربة جوية بطائرة مسيرة أودت بحياة الجنرال الإيراني قاسم سليماني. في مسعى للتأكيد على سلطاته في مسألة إعلان الحرب، صوت الكونغرس الأمريكي على نص يحد من صلاحية الرئيس دونالد ترامب في إعلان الحرب دون موافقة من الكونغرس. وأقر مجلس النواب الذي يهيمن عليه الديمقراطيون تفعيل قانون سلطات الحرب لعام 1973 بموافقة 224 عضوا مقابل اعتراض 194. ويمنع القرار الرئيس من شن حرب من دون موافقة الكونغرس، ويطالب الرئيس بوضع حد لاستخدام القوة المسلحة الأمريكية في أعمال عدائية في إيران أو ضدها أو ضد حكومتها أو جيشها. القرار الذي تم اتخاذه في المجلس يعد خطوة للأمام للتأكيد على ما تفرضه علينا واجباتنا الدستورية في مواجهة الرئيس الذي أدت أفعاله الفردية إلى عزل بلادنا عن حلفائها وزيادة الخطر فيما يتعلق بالتسلح النووي الإيراني، ناهيك عن جعلنا أقل أمانا من ذي قبل. أتمنى أن يكون التصويت خطوة على طريق تأكيد حق الكونغرس في إعلان قرارات الحرب. ويعكس التصويت على القرار حالة الانقسام الحزبي بشأن سياسة ترامب تجاه إيران، واتهم الجمهوريون خصومهم من الديمقراطيين بتعريض البلاد للخطر بتمرير قرار وصفوه بأنه إيماءة سياسية جوفاء في بداية سنة تشهد انتخابات عامة. بفضل قيادة الرئيس ترامب أصبحت الولايات المتحدة وحلفاؤها أكثر أمنا مما كانت عليه فقط منذ أسبوع مضى.
سياسات الشفقة ليست من مصلحة البلاد، خاصة في وقتنا الحاضر، فكونك تكره الرئيس ترامب ليس عذرا في أن تتغافل عن الاستراتيجية الحساسة والعميقة التي يتبعها الرئيس وإدارته في التعامل مع إيران. وكان الديمقراطيون قد اقترحوا نص القرار غير الملزم بعد ضربة أمريكية قتل فيها قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، ما زاد من مخاطر اندلاع حرب بين الولايات المتحدة وإيران. وشكك الديمقراطيون ومعهم عضوان جمهوريان في المبررات التي أعطتها الإدارة الأمريكية لاغتيال سليماني. والنص الذي طرح على مجلس النواب لا يرقى إلى قوة القانون، إنما يمكن استخدامه سياسيا لتوجيه انتقادات لاذعة لسياسة الرئيس الخارجية. وبعد إقرار مجلس النواب للنص كما كان متوقعا، يتعين الآن طرحه على مجلس الشيوخ المؤلف من 100 مقعد يشغل الجمهوريون 53 منها. أكدت إيران أن طائرة البوينغ الأوكرانية التي تحطمت الأربعاء بالقرب من طهران لم تصب بصاروخ، فيما قال الرئيس الأوكراني فولدمير زيلينسكي أنه لا يستبعد احتمال سقوط الطائرة نتيجة إصابتها بصاروخ، لكن ذلك لم يتأكد بعد. كانت الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا قد أعلنوا عن أن السبب وراء الحادث الذي أودى بحياة 176 شخصا هو صاروخ أرض جو إيراني أطلق بطريق الخطأ على الأرجح. أعلنت السلطات الإسرائيلية الإفراج المبكر عن سجينين، وذلك في إطار عملية تبادل معقدة سهلتها روسيا. السجينان اللذان تم الإفراج عنهما هما صدقي المقت، وكان قد حكم عليه عام 2015 بالسجن 11 عاما بتهمة التجسس لصالح سوريا. الثاني هو أمل أبو صالح، وكان مقررا أن يسجن حتى عام 2023 بتهمة قتل سوري عبر الحدود الإسرائيلية. وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الإفراج عن الرجلين هي بادرة حسن نية بعدما استعادت إسرائيل رفات الجندي زخاري بومال الذي فقد منذ اجتياحها لبنان في صيف 1982. إلى السودان، حيث وعد رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك بتحقيق السلام في مناطق النزاع في السودان، وذلك خلال زيارته له إلى معقل المتمردين، وهي الأولى من نوعها لمسؤول حكومي منذ 10 سنوات. وزار حمدوك مدينة كاودا بولاية جنوب كردفان، حيث قاتل متمردون على مدى سنوات قوات الرئيس المخلوع عمر البشير. خلال احتفال جماهيري نظم خلال زيارته مدينة كاودا جنوبي ولاية كردفان، نشد رئيس مجلس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك قيادة وجماهير الحركة الشعبية والجيش الشعبي بأن يقبلوا على صناعة السلام، داعيا الحركة الشعبية إلى الانضمام للسلام بصدق حتى يتفرغ الجميع لبناء السودان الجديد. حمدوك أكد أيضا أهمية أن يعترف الجميع بدورهم الفردي والوطني من أجل تحقيق السلام والاستقرار في السودان، لافتا إلى أن الاستماع إلى أهل كاودا وتقديم حلول طال انتظارها من أجل إنهاء الصراع هو أمر أساسي لتحقيق السلام المستدام. نحن سعيدين جدا لهذا الاستقبال التاريخي الذي يعني الكثير في ملف السلام. أتمنى أن يكون لها ما بعدها وتكون بداية لتحقيق السلام المستدام، ليضع حد لمعاناة أهلنا في هذه المناطق المتأثرة بالحروب. دي بداية لسودان جديد متصالح مع روحه، قادر يعالج قضايا التعدد والتمايز فيه. وفي أول رد فعل لزيارة حمدوك لكودة، قالت حركة الحرية والتغيير في بيان لها إن الزيارة تأتي في خضم مخاض تاريخي لولادة وطن جديد تنتهي فيه كل المظالم ويتساوى الناس على أساس المواطنة دون تمييز أو إقصاء. أنتم أحرار هنا في كودا. You are free here in كودا. كل الحريات الأساسية مكفولة بالكامل. All the fundamental freedoms are fully guaranteed and respected here. سواء حرية الاعتقاد أو حرية الضمير أو أي حرية من الحريات المعروفة.
ووصل رئيس الوزراء السوداني والوفد الحكومي المرافق له إلى مدينة كاودا ليكون أول مسؤول سوداني كبير يزور المدينة منذ عدة سنوات، وكان في استقباله في المدينة قائد الحركة عبد العزيز الحلو وحشد من مواطني المدينة. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال إشرافه على مناورات عسكرية قبالة شبه جزيرة القرم إن البحرية الروسية تعد الآن واحدة من أقوى البحريات في العالم، وتضمنت المناورات إطلاق صواريخ متطورة بما فيها صواريخ كاليبر المجنحة. البحرية الروسية كانت وما زالت عاملا متكاملا وأساسيا للحماية والدفاع عن أمننا القومية. في القرن 21 علينا أن نحافظ على قوة ومتانة البحرية الروسية التي تعد واحدة من أقوى القوى البحرية. في منطقة تثير التوترات بين العلاقات الروسية الأوروبية، أجرت البحرية الروسية تدريبات عسكرية بالقرب من شبه جزيرة القرم بحضور الرئيس فلاديمير بوتين، وشملت إطلاق الصاروخ كينجال الأسرع من الصوت. فمن على متن الطراد المارشال أوستينوف حامل الصواريخ تبع بوتين المناورات البحرية التي أجراها أسطول البحر الأسود والأسطول الشمالي الروسي، وتضمنت إطلاق صواريخ بما فيها صواريخ كاليبر المجنحة وكينجال فوق الصوتية، وذلك بمشاركة أكثر من 30 سفينة وغواصة وأكثر من 40 طائرة. ونشرت روسيا أول صواريخها التي تفوق سرعتها سرعة الصوت ولها قدرات نووية في نهاية ديسمبر الماضي، وأعلنت وزارة الدفاع الروسية إدخال أولى الصواريخ الخارقة للصوت من طراز أفنغارد إلى الخدمة، والتي اعتبرها بوتين أنها عمليا لا تقهر بحد قوله. ومنذ العام الماضي تكثف روسيا من جهود تطوير الأسلحة الفائقة التقنية في إطار الاستراتيجية الروسية الجديدة التي أعلن عنها الرئيس الروسي سابقا، وتقضي بتطوير ترسانة الأسلحة الروسية ورفع قدراتها التقنية، ما يثير مخاوف الغرب ولا سيما الولايات المتحدة. صوت النواب البريطانيون بالموافقة على خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي في 31 من يناير الحالي، ومن المنتظر إحالة الاتفاق إلى مجلس اللوردات للتصديق عليه، ثم تصدره الملكة في إجراءات شبه شكلية، وبعد مصادقة البرلمان الأوروبي تصبح بريطانيا أول دولة تغادر الاتحاد. تبدأ فترة انتقالية تستمر حتى نهاية 2020. بعد 3.5 سنوات من التعثر، أعطى النواب البريطانيون موافقتهم النهائية على النص الذي سيسمح للمملكة المتحدة بمغادرة الاتحاد الأوروبي في 31 من يناير الحالي بأغلبية 330 صوتا مقابل 231 صوتا معارضا. صادق مجلس العموم على النص الذي يرسي اتفاق بريكزيت في قانون ليفتح صفحة جديدة في العلاقات الصعبة بين بريطانيا والاتحاد، ولم يترك تمتع رئيس الوزراء بوريس جونسون وحزبه المحافظون بأغلبية ساحقة في البرلمان منذ الانتخابات التشريعية في ديسمبر الماضي، لم يترك مجالا للشك بحسم التصويت لصالح القانون رغم تعقيدات الملف ورهاناته التاريخية. ومن المقرر أن يطرح القانون الأسبوع المقبل على مجلس اللوردات قبل أن توافق عليه الملكة إليزابيث الثانية، وبعدها يبقى أن يصادق البرلمان الأوروبي على الاتفاق لتصبح المملكة المتحدة بنهاية يناير الحالي، وتحديدا عند الساعة 11 صباحا أول دولة عضو تغادر الاتحاد الأوروبي. وسيطوي ذلك التاريخ صفحة من الفوضى السياسية شهدتها بريطانيا منذ استفتاء يونيو من عام 2016 الذي حصل فيه مؤيدو خروج بريطانيا من الاتحاد على 52% من الأصوات. وخلال السنوات 3.5 التي تلت الاستفتاء انقسم البريطانيون حول الأمر، ورفض البرلمان اتفاقا أبرمته رئيسة الوزراء السابقة تريزا ماي دون اقتراح سيناريو بديل، ما أثار مخاوف من حدوث خروج عنيف أو التخلي أصلا عن فكرة الخروج. نزل عشرات آلاف الأشخاص مجددا إلى شوارع فرنسا في إطار يوم تعبئة وطنية جديد ضد إصلاح أنظمة التقاعد.
يأتي ذلك في وقت تؤكد فيه الحكومة الفرنسية عزمها تنفيذ برنامجها الإصلاحي لتوحيد نظام التقاعد، حيث يوجد الآن 42 نظام تقاعد مختلف في البلاد. موجة جديدة من الاحتجاجات تشهدها فرنسا تضم مختلف القطاعات المهنية بناء على دعوة النقابات العمالية احتجاجا على إصلاحات أنظمة التقاعد المقترحة من الحكومة الفرنسية، في الوقت الذي يدخل فيه إضراب وسائل النقل يومه 36 على التوالي في أطول موجة تظاهرات تشهدها البلاد منذ عقود. التحرك يأتي بعد يومين من انطلاق جولة جديدة من المفاوضات بين الحكومة الفرنسية والنقابات وأصحاب العمل. أعلن خلالها رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب أن الشركاء سيجتمعون اعتبارا من الجمعة للبحث في الأوجه المالية لمشروع قانون التقاعد الذي أثار جدلا واسعا على الساحة الفرنسية. أما الحكومة الفرنسية فدافعت من جانبها عن نظام التقاعد المقترح معتبرة إياه أكثر عدلا، في حين يرى المعارضون له أن هذه الإصلاحات التي من شأنها إلغاء عشرات الخطط المنفصلة لعمال القطاع العام بها قدر كبير من عدم الأمان وعدم المساواة. وفي خطابه للتهنئة بالعام الجديد أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرو أن مشروع إصلاح أنظمة التقاعد سيتم في وقته، مطالبا رئيس حكومته بالتوصل إلى تسوية سريعة مع المنظمات والنقابات التي ترغب في ذلك، وهو ما لم يجد قبولا من قبل النقابات التي ترفض بشكل قاطع قبول هذه الإصلاحات. وبدأت حركة الإضراب في 5 ديسمبر الماضي واندلعت معها مظاهرة حشدة شارك فيها ما يقرب من 1 مليون شخص اعتراضا على مشروع القانون الجديد لنظام التقاعد الذي تقترحه الحكومة الفرنسية، والهدف إلى تغيير نظام التقاعد المكون من 42 خطط منفصلة بامتيازات مختلفة ليحل محله نظام واحد قائم على أساس النقاط يتمتع فيه جميع المتقاعدين بحقوق دوية، إضافة إلى رفع سن التقاعد تدريجيا من 62 عاما إلى 64 عاما. مشاهدينا الكرام، نشاطنا متواصلة معكم وفيها بعض الفصل. 20 جنديا و63 مسلحا فيهم على معسكر للجيش في النيجر. تحولوا الآن مشاهدينا لمتابعة أهم الأخبار الاقتصادية، أخبار المال والأعمال بصحبة الزميل حسام الدين. عاطف، إليك حسام. شكرا لك كريم وشكرا لك الشروت. أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى باقتنا الاقتصادية أهم ما فيها. قناة السويس تؤكد أن قرار تثبيت رسوم المرور جاء بعد دراسات مستفيضة لزيادة القدرة التنافسية للقناة. أهلا بكم من جديد. أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن المرحلة الحالية تتطلب تضافر جهود الحكومة والقطاع الخاص للمشاركة في المشروعات التنموية التي تنفذها الدولة. جاء ذلك خلال الاجتماع الأول الذي عقده مدبولي مع أعضاء مجموعة تحسين مناخ الاستثمار وتعظيم المشاركة القطاع الخاص بحضور عدد من المسؤولين ومجموعة من كبار رجال الأعمال والمستثمرين. يأتي الاجتماع في إطار خطة الدولة للمرحلة الحالية الرامية لتعظيم الاستفادة القصوى من جميع أدوات الاستثمار وتشجيع رجال الأعمال والمستثمرين لضخ المزيد من رؤوس الأموال في مشروعات تنموية كبرى على مستوى الجمهورية، فضلا عن السعي لتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار في مصر. نفت هيئة العامة لقناة السويس أن يكون قرارها بتثبيت رسوم المرور راجع إلى تراجع الإيرادات، وأشار المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إلى أن الهيئة أكدت زيادة حصيلة إيرادات القناة المحققة خلال عام 2019 بنسبة 1.3% لتوصل إلى 5.8 مليار دولار مقابل 5.7 مليارا خلال عام 2018. وأشار إلى أن الهيئة أرجعت قرار تثبيت الرسوم نتيجة لدراسات مستفيضة لكافة المتغيرات المتعلقة بسوق النقل البحري والتطورات الحادثة في مؤشرات الاقتصاد العالمي وحركة التجارة العالمية، وذلك بهدف زيادة القدرة التنافسية للقناة مقارنة مع الطرق الملاحية الأخرى. إلى لبنان،
قال حكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة إن المصارف اللبنانية لا تعاني إفلاسا وأن الودائع آمنة، لكن البلاد بحاجة للدعم الخارجي لانتزاع نفسها من الأزمة الراهنة. سلامة أشار إلى أن المصرف المركزي لديه سيولة بحجم 31 مليار دولار وأنه مستعد للتدخل لتأمين السيولة المطلوبة لدى المصارف، ويتعهد المانحون الأجانب بتقديم 11 مليار دولار لتمويل مشروعات في لبنان عام 2018، لكنهم علقوا ذلك على تنفيذ إصلاحات اقتصادية أجلتها بيروت منذ فترة طويلة وأخفقت أحيانا في تنفيذها. توقع مدير وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول أن تتلقى سوق النفط العالمية إمدادات جيدة في 2020 وأن نمو الطلب قد يظل ضعيفا ما سيكبح الأسعار. ويتوقع بيرول أن ينمو الطلب على الخام بنحو مليون برميل، مضيفا أن نموه قد يظل ضعيفا مقارنة مع مستوياته التاريخية، مشيرا إلى أن الأسعار ستظل عند 65 دولارا للبرميل. هذا وعلى صعيد أسواق النفط العالمية، تراجعت أسعار النفط مع انحصار خطر اندلاع حرب بين إيران والولايات المتحدة، وتحول انتباه المستثمرين إلى ارتفاع مخزونات الخام والمنتجات بالولايات المتحدة الأمريكية. وانخفض خام القياس الأوروبي المعروف بمزيج برنت 4 سنتات إلى 65 دولارا 33 سنتا للبرميل، متجها صوب أول تراجع أسبوعي له في 6 أسابيع بخسائر نحو 5%. وهبط الخام الأمريكي 8 سنتات إلى 59 دولارا 48 سنتا للبرميل، متجها أيضا صوب أول تراجع أسبوعي في 6 أسابيع بانخفاض حوالي 6% عن إغلاق الجمعة الماضية. أما أسعار الذهب فقد تراجعت بعد انخفاضها بما يصل إلى 1% في الجلسة السابقة، حيث حاد انحصار التوترات في الشرق الأوسط بالمستثمرين للعودة إلى الرهانات عالية المخاطر. وانخفض السعر الفوري للذهب 0.1% إلى 1550 دولارا 66 سنتا للأوقية. وفي المعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة 0.2% إلى 17 دولارا 93 سنتا للأوقية، في حين زاد البلاتين 0.2% أيضا مسجلا 968 دولارا 49 سنتا للأوقية. وإلى أسواق المال، ونبدأ من اليابان، حيث ارتفعت الأسهم اليابانية مع زيادة الطلب على الأصول عالية المخاطر مدعومة بتراجع التوترات الدبلوماسية في الشرق الأوسط، وبآمال أن يعزز ما يسمى باتفاق المرحلة الأولى التجاري بين الولايات المتحدة والصين أرباح الشركات. وأغلق مؤشر القياسي نيكاي مرتفعا ب 47% ليصعد على مدار الأسبوع ب 82%، كما ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا ب 35% ليكسب على مدار الأسبوع 8%. وفي أسواق المال الأوروبية ارتفعت الأسهم اليوم مع استمرار تعزز الأسهم العالمية بفضل خفض التصعيد في التوترات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران. وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3%، ومن المرجح أن يسجل مكاسب متوسطة بعد بداية صعبة للأسبوع نتيجة للمخاوف من صراع شامل بالشرق الأوسط. إلى ألمانيا، حيث أظهرت بيانات أولية من مكتب الإحصاءات الألماني تراجع صادرات ألمانيا إلى إيران النصف تقريبا في 11 شهرا الأولى من 2019 مقارنة مع الفترة ذاتها من العام السابق بسبب العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة. وبين يناير ونوفمبر الماضيين تراجعت الشحنات الألمانية إلى إيران بقى 48.2% إلى حوالي 1.3 مليار يورو. وتستورد إيران من ألمانيا بالأساس الآلات والمنتجات الكيميائية والأغذية والأدوية. وتراجعت واردات ألمانيا من إيران ب 54.7% إلى حوالي 191 مليون يورو في الفترة ذاتها.
ومشاهدينا الكرام، بهذا الخبر انتهت وقفتنا الاقتصادية، وعودة للزميلتين كريمة وشروت، تفضل. شكرا لك حسام على هذه القراءة في أخبار الاقتصاد، ونستكمل مع حضراتكم أخبارنا السياسية، حيث أعلنت حكومة النيجر مقتل 25 جندي وإصابة 6 آخرين في هجوم على موقع عسكري في غرب البلاد قرب الحدود مع مالي. وأعلنت النيجر أنه لم يتضح على الفور الجهة التي تقف وراء الهجوم الذي قتل فيه أيضا 63 من المهاجمين المتطرفين. يأتي الهجوم وسط حملة مكثفة لعناصر متطرفة مسلحة تنتمي لتنظيمي القاعدة وداعش الإرهابي على جيش النيجر. زار مبعوثون من 15 دولة بينها الولايات المتحدة الشطر الخاضع للهند من إقليم كشمير المتنازع عليه بين الهند وباكستان. تعد الزيارة الأولى من نوعها لدبلوماسيين أجانب منذ إلغاء الهند الوضع الخاص للإقليم، وأجرى الوفد مناقشات مع بعض المسؤولين الحكوميين في الإقليم. للمرة الأولى منذ إلغاء حكومة نيودلهي الوضع الخاص للإقليم في أغسطس الماضي، زار دبلوماسيون أجانب الشطر الذي تحكمه الهند من إقليم كشمير. وبحسب الحكومة فإن دبلوماسيين من 15 دولة بينها الولايات المتحدة بدأوا جولة تستمر يومين في كشمير، وتشمل لقاءات مع قيادات بالجيش وبعض السياسيين ومنظمات المجتمع المدني والصحفيين الذين اختارتهم الأجهزة الأمنية. وبحسب التسريبات فإن الوفد الدبلوماسي لن يتمكن من لقاء عمر عبد الله أو محبوب مفتي، وهما زعيما حزبين سياسيين يهيمنان على كشمير منذ وقت طويل، وكلاهما من بين مئات من الزعماء السياسيين وقادة المجتمع المدني الذين اعتقلتهم السلطات الهندية خلال إجراءات القمع الأخيرة. في المقابل امتنع عدد من الدول بما في ذلك أعضاء بالاتحاد الأوروبي عن القيام بالزيارة بسبب طبيعتها الخاضعة للقيود. ويخضع الشطر الهندي من إقليم كشمير الذي يغلب على سكانه المسلمون لقيود صارمة تشمل أحد أطول فترات حجب الإنترنت في العالم، وذلك بعدما ألغت الهند قوانين استمرت عقودا تمنح الإقليم حكما ذاتيا، مما أدى إلى اضطرابات واسعة وأثار موجة من الانتقادات الدولية. حثت السلطات الأسترالية نحو ربع مليون شخص على إخلاء منازلهم، حيث من المتوقع أن يؤجج ارتفاع درجات الحرارة وسرعة الرياح من حرائق الغابات عبر الساحل الشرقي. وناشدت السلطات الأسترالية المواطنين بالابتعاد عن الأجزاء النائية التي تكسوها الغابات من ولاية فيكتوريا. ومن المتوقع أن تتجاوز درجات الحرارة 40 درجة مئوية في عدة أجزاء من البلاد، ما يهدد بتأجيج حرائق الغابات المستعرة منذ أشهر والتي دمرت بالفعل ما يقرب من 2000 منزل. نشرتنا ما زالت مستمرة وفيها نتابع بعد الفاصل. بعد إعلان الزوجين أنهما سيتنحيان عن مهامهما الملكية، متحف الشمع في بريطانيا ينقل تمثالي هاري وميغان من قسم العائلة المالكة. نستكمل معكم أخبارنا، حيث عادت ميغان زوجة الأمير البريطاني هاري إلى كندا لتكون بجوار ابنهما، وذلك بعد إعلان الزوجين أنهما سيتنحيان عن مهامهما الملكية وتوزيع وقتهما بين أمريكا الشمالية والمملكة المتحدة. وفي أول رد فعل عملي على هذا الإعلان، نقل متحف مدام تسو لتماثيل الشمع تمثالي دوك ودوكة ساسكس من القسم الخاص بالعائلة المالكة إلى قسم منفصل. بعد إعلان الأمير البريطاني هاري وزوجته ميغان التنحي عن مهامهما الملكية، نقل متحف مدام تسو تمثالي الزوجين من القسم الخاص بالعائلة المالكة. متحف مدام تسو الذي يضم أكثر من 250 نموذجا شمعيا لشخصيات شهيرة، أعلن أن التمثالين سينقلان إلى قسم منفصل. نتخذ هذه الخطوة ردا على الأنباء المفاجئة بشأن اعتزام دوك ودوكة ساسكس التخلي عن مهامهما كعضوين بارزين بالأسرة المالكة، لكنهما اثنان من التماثيل المحبوبة والأكثر شعبية لدينا، فأنهما سيظلان بالطبع من أبرز المعروضات في مدام تسو بلندن. مصدر بالعائلة الملكية البريطانية أكد أن الملكة إليزابيث
وأكبر أبنائها الأمير تشارلز وحفيدها الأمير ويليام كلفوا فرقا لإيجاد حلول عملية لرغبة الأمير هاري وزوجته ميغان في التنحي عن واجباتهم الملكية. وأضاف المصدر أن الهدف هو الخروج بحل في أيام وليس أسابيع. وكانت الأسرة المالكة البريطانية قد عبرت عن الألم وخيبة الأمل بسبب الإعلان الصادم من الأمير هاري وزوجته. كان دوق ودوقة ساسكس قد أعلن الأربعاء اعتزامهما توزيع وقتهما بين أمريكا الشمالية والمملكة المتحدة للاطلاع بدور تقدمي جديد والتخلي عن مهامهما الملكية لإعطاء أسرتهما المساحة التي تحتاجها. الأمير هاري قال إن قراره جاء بعد أشهر من التأمل والمناقشات، معربا عن أمله في أن يحقق هو وزوجته ميغان الاستقلال المادي وتأسيس منظمة خيرية جديدة مع مواصلة بعض المهام الملكية. ووصف الزوجان الخطوة المقبلة بأنها مثيرة، لكن لم يتضح بعد كيف يمكن أن يصبح الزوجان نصف ملكيين على حد توصيف كتاب السير الذاتية للأسرة المالكة، ومن سيدفع تكاليف معيشتهما في أمريكا الشمالية. ختاما مشاهدينا إليكم تذكرة بأبرز الأخبار. الجيش الوطني الليبي يرفض هدنة اقترحتها روسيا وتركيا، ويؤكد مواصلة العملية العسكرية لتحرير طرابلس من التنظيمات الإرهابية. جلسة برلمانية حاسمة في تونس للتصويت على منح الثقة لحكومة حبيب الجملي. كندا وبريطانيا والولايات المتحدة تؤكد أن صاروخا إيرانيا وراء حادث تحطم الطائرة الأوكرانية وطهران تنفي. وصلنا إلى نهاية نشرتنا، شكرا لحسن المتابعة، إلى اللقاء.